أنا وش نقول الأولياء؟ نقول لهم أولياء أبنائكم هو رأس مالكم، أبنائكم هو رأس مالكم. لو كان الآن نخير الآباء بين ما يملكون من الرزق وبين ما يملكون من الأمنال لاختار غالبيتهم، يعني حتى لا أقول كثيرهم، لاختار يعني أبنائهم. وبالتالي هو الرزق، هو الرزق الذي يعني يقدر يخدم لك إلى آخرتك. وعلى هذا الأساس يعني لابد من الانتباه، ولابد من ملاحظة يعني المخالطة تاع الأبناء، وكذلك أيضا من حين لآخر تفقد المحفظة ولما لا. وكذلك لما تكون مثل هكذا أمور، يعني أخذ الطفل أو الأبن على حدة وشرح المسألة له، وكذلك تحذيره، كذلك أيضا لتجنب كل هذه الأمور، عدم منح الأموال للطفل، يعني خاصة إذا كان صغير مازال في سن يعني التمدرس، ونعطي له أموال نقول له روح جري ويجد هذا المنتوج أو غيره من المنتوجات فيأخذ الفضول باقتنائه. هذه أيضا يعني من الأخطاء الشائعة لدى الأولياء. ذير تيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.